في المجال الصحي انطلقت أمس بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء أشغال المناظرة المتنقلة الأولى للأكاديمية الفرنسية للطب التي تنظمها هذه الأكاديمية للطب لأول مرة خارج التراب الفرنسي، والتي اختير لها كشعار المغرب فرنسا نقاش حول الصحة. احتضان المغرب لهذه المناظرة العلمية يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين. روبورتاج جليلة بن فتان. لأول مرة خارج ترابها الفرنسي اختارت أكاديمية الطب الفرنسية رحاب جامعة محمد السادس لعلوم الصحة لتنظيم مناظرتها العلمية، حضور وازن لعدد من الأكاديميين الفرنسيين إضافة إلى خبراء من إفريقيا جنوب الصحراء ومغاربة، لقاء شكل نقطة انطلاق من أجل تبادل الخبرات والتكوين بين المؤسستين في المجال الصحي. مواضيع متعلقة بالصحة العمومية، مواضيع متعلقة بالصحة والبيئة، مواضيع متعلقة بالطب والأمراض المزمنة، أيضا الطب العام في المغرب في فرنسا. اللقاء فتح أمام طلبة جامعة محمد السادس لعلوم الصحة آفاقا وأبوابا لاكتساب تجربة جديدة في مسارهم التكويني، ما يؤهلهم للمضي قدما في تخصصاتهم الطبية مستقبلا. لقد تعلمنا الكثير منهم ومن خبراتهم في مجال الصحة. حضور أكاديمية الطب الفرنسية بما لها من ثقل ومستوى علمي بفرنسا شيء مهم، فعلا استفدنا كثيرا كطلبة. الندوات جد مهمة، الأكاديميين ذوو مستوى عالي، لنا الشرف بلقائهم ونطمح مستقبلا إلى عقد شراكات معهم ما سيساعدنا في مسارنا الدراسي. والشراكة بين المؤسستين تعززت بتوقيع اتفاقية تعاون تروم تنظيم لقاءات ثنائية للتبادل العلمي وتنظيم دورات تكوينية مهمة في التخصصات الطبية الجراحية، وهو ما سيخدم الطلبة مستقبلا. اتفاقية الشراكة تقوم على التبادل بين الطلبة وبين الأطباء الداخليين. فرنسا قررت من خلال مرسوم تعزيز الشراكات خارج الاتحاد الأوروبي، وهذا شيء جيد لأن هناك العديد من الأطباء الداخليين يريدون متابعة تخصصات مكملة. هو تعاون وشراكة اختير لها كشعار المغرب فرنسا نقاش حول الصحة، شعار يعكس قيم الانفتاح والتبادل التي تميز المؤسستين، ما سيسمح بضمان مستوى عالي من التكوين المهني من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية من الموارد البشرية المؤهلة في مختلف مجالات علوم الصحة.